ورجعنا لحضراتكم، ودلوقتي معادنا مع فقرتنا الحواريه. حوارنا النهارده مع واحد من نجوم جيل الذهبي للنادي الاهلي، جيل العظيم للنادي الاهلي، وهو الكابتن عماد النحاس المتوج مع النادي الاهلي بخمس بطولات دوري وثلاث بطولات دوري ابطال افريقيا وثلاثه سوبر افريقي وبرونزيه كاس عالم، ما صافش حاجه ما شاء الله يعني، وبخلاف كده اثنين كاس مصر واربعه سوبر. كابتن عماد النحاس المدرب كمان على مستوى التدريب من المدربين اللي عاملين شغل كبير جدا في الدوري المصري، سواء مع اسوان في وقت سابق او مع المقاولين العرب اللي معاه يعني رجعوا شارك تاني في بطوله افريقيا، وكمان دلوقتي مع طلائع الجيش احد رموز الدفاع في مصر. يعني لو جيت تصنف المدافعين اللي لعبوا في تاريخ مصر اللي كورتهم حلوه وبيلعبوا قدام كابتن عماد النحاس، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. كابتن طبعا عماد الدنيا جميله دي، وربنا يكرمك دايما ويوفقك. ربنا يخليك يا ابو الكباتن. يعني طبعا لما بيذكر اسم كابتن عماد النحاس بيذكر اسم اللعيب المدافع اللي هو بيلعب صانع العاب من ورا وهو ليبرو على طول يعني. الله يكرمك يا عم، تسلم. هبدا معاك على طول بقى، بما انك الخبره الافريقيه الاكبر يعني من اكبر الناس اللي لعبت في دوري ابطال افريقيا، احنا عندنا ماتش سان داونز يوم السبت ان شاء الله. شايف المجموعه بتاعت الاهلي ازاي دلوقتي، وشايف الماتش ده المرحله اللي فيها النادي الاهلي وهو بيلعب سان داونز ازاي؟ بس اولا الماتشات كلها صعبه. بدايه النادي الاهلي بعد تاجيل مباراه القطن الكاميروني وبعدين التعادل مع الهلال والتعادل مع خساره من الهلال والتعادل مع صن داونز وبعدين ترجع تكسب القطن 4 بونت في 3 مباريات، مع طبعا فوز الهلال على الهلال في ثلاث مباريات 9 بونت. هو بس اتغلب من صن داونز ماتش، بس هو لعب 4 ماتشات بس، طبعا 9 نقط للهلال دي انجاز كبير طبعا. كابتن عماد 4 بونت من 3 مباريات معاك. مظبوط. لكن اكيد طبعا المباراه دي من اهم المباريات اللي موجوده في المجموعه، يعني مطالب من النادي الاهلي عدم الخساره طبعا رقم واحد، اكيد المكسب، لو ما جاش مكسب طبعا كان وارد ان الفريقين يلعبوا لمصلحه بعض في المباراه اللي بعد كده ما بين صن داونز والهلال. حضرتك شايف ان احنا لازم نخلص المباراه دي بشكل على الاقل ما نخسرش عشان خاطر يبقى المنافسه موجوده بين الفرقتين فما يتعاونوش مع بعض يعني في المباراه؟ اكيد، لان اكيد لان الهلال هيرجع يقابلك هنا في مصر تبقى مباراه قويه. صن داونز هيطلع للهلال في السودان، اكيد المكسب هيطلعك لسبعه بونت، تبقى انت قريب من التسعه ومن السبعه بونت كمان، تعطل صن داونز وتخلي المباراه بينه وبين الهلال في مواجهتهم مع بعض طبعا تكون مواجهه صعبه، وانت في نفس الوقت طالع كمان المباراه الاخيره للقطن الكاميروني. فالمباراه دي اكيد هي اللي هتحدد شكل المجموعه عامل ازاي، مين هيكون في المركز الاول مين هيكون في المركز الثاني، فما زال لسه عندك حظوظ كبيره. طيب كابتن عماد، الجيل الحالي حصد كل البطولات تقريبا، حط نفسه في موقف كويس قوي ان هو راح بطوله كاس العالم مرتين، خد برونزيتين عالم وراح الثالثه، يعني الجيل ده تقريبا خدوا كل حاجه وعملوا تقريبا كل حاجه. لو دلوقتي هتكلم بقى كابتن عماد النحاس المدرب، ازاي تجدد طموحاتهم وازاي تجدد اهدافهم تاني في الوقت الحالي؟ لا انت النهارده عندك لعيبه جديده برضو، يعني المجموعه الجديده مع المجموعه القديمه سقف الطموح عند النادي الاهلي نفسه، انت دايما بتتكلم على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي وعلى المواقف اللي بتحط فيها لعيبه النادي الاهلي، سواء كان مواقف صعبه او مفيش طبعا في الكوره مواقف سهله يعني. لكن الاحداث اللي انت بتبقى موجود فيها النهارده، انت بتتكلم في افريقيا، انت النهارده عايز تبقى موجود في البطوله. كان من فتره قريبه انت بتلعب كاس عالم للانديه، والبطوله دي لسه شغاله، انت رحت عشان انت تاني البطوله، والوداد كان هو اللي بينظم 3 مرات بتوصل بتلعب كاس عالم. الاهداف اكيد موجوده، واللعيبه الكبيره اللي موجوده طبعا عليها عامل كبير، والدوافع اللي موجوده اكيد ما بتنتهيش مع وجود النادي الاهلي في اي بطوله، وده كمان اللي الفرقه الثانيه بتعمل حسابه. اي فرقه عندها تفكير في المستقبل ان ياخدوا البطوله بيبقى نفسه انه يكون النادي الاهلي مش موجود فيها يعني، لكن طول ما النادي الاهلي موجود فهو المرشح الاول اكيد للبطوله مع كل الانديه اللي موجوده، بعد احترام كل الانديه اللي موجوده طبعا الافريقيه يعني. طبعا فاظن ان الدوافع عبد الرحمن موجوده طبعا عند اللعيبه وموجوده في الجهاز الفني.
طيب في المواقف الصعبه دايما يا كابتن بتظهر شخصيه الاهلي وروح الفانله الحمراء، وانت واحد من اللاعبين اللي في الجيل الذهبي كان طموحهم متجدد من دقيقه لدقيقه، يعني بيخلص البطوله ياخد اللي بعديها. شايف موقف النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي هتفرض نفسها في المجموعه دي وان شاء الله يتم التاهل؟ الواحد بيتمنى النادي الاهلي والجهاز الفني بالنسبه للاصابه واللعيبه المصابين في وقت فيه ماتشات مضغوطه وماتشات مهمه يعني. لكن النهارده لما يرجع عبد القادر يبقى موجود، لما يبقى موجود السوليه، لما موجود خالد عبد الفتاح، بتدي اريحيه للمدير الفني اللي موجود سواء في التشكيله الاساسيه او كمان في الدكه والبدائل اللي موجوده عندك. واظن كمان عبد الرحمن المكسب الاخير في مباراه المولين برضه هيدي اكيد دفعه للاعيبه النادي الاهلي، سواء خلاص استقر في الدوري وبقى هو متصدر الدوري، تدي له كمان قوه ان شاء الله في ماتش افريقيا. انت كمان يا كابتن عندك بطوله عربيه وعندك منافسات قويه، وطلائع الجيش المره دي داخل في منافسات قويه قوي. طمني بقى يا كابتن على استعدادات طلائع الجيش كمان والمنافسه اللي تاريخيه لطلائع الجيش مع البطوله العربيه مع وجوده في جدول الدوري. اكيد احنا طبعا اكيد الموسم ده مش شبيه بالموسم الماضي. الموسم الماضي نادي طلائع كان موجود في المركز الرابع، عمل موسم كويس جدا وموسم كان مميز. لكن احنا بدأنا ان شاء الله من فتره قريبه مع اللعيبه، خدنا 4 مباريات. للاسف ان احنا خسرنا في 3 مباريات. اول مباراه كان بعد 48 ساعه من تولي المسؤوليه، كان مباراه الداخليه. ادينا كويس في مباراه انبي، ادينا كويس جدا في مباراه من 22 23 يوم الاستعداد ل 4-4 ان شاء الله مباراه اهلي بروسنا ان شاء الله في القاهره في البطوله. كل التوفيق يا كابتن لحضرتك طبعا احد ابناء النادي الاهلي. عايز اخد رايك في حاجه مهمه جدا يا كابتن عماد، رايك فيما حدث مع منتخبات مصر للشباب، المنتخبين اللي ورا بعض الكابتن محمد وهبه ثم الكابتن محمود جابر، وكيف يمكن تفادي ان الجيل ده نفسيا يتاثر او ان الجيل ده ما يتمش استخدامه بقى في الانديه والاحتراف والحاجات دي بعد كده؟ برضه ظروف صعبه جدا ان يبقى قدام منتخباتنا الشباب مستقبل كبير سواء كان 2006 او 2003، وعندك طموح ان انت توصل وتلعب كاس عالم ويبقى عندك فرص كتيره للاحتراف، وشويه الامور تبقى صعبه. وان انا ما بحبش ان انا ادافع او اهاجم حد في الوقت الحالي، لكن احنا عندنا قاعده ناشئين محترمه جدا على مستوى مصر بالكامل، محتاجين اكتر اهتمام، محتاجين اكتر يبقى عندنا برنامج مهم للناشئين، خاصه ان الجداول دي بتبقى موجوده. مين هيلعب بطوله افريقيا عشان يوصل كاس عالم، مين هيلعب عند المنتخب الاولمبي، والنهارده احنا موجود عندنا 2000 واحد بالفعل هو المنتخب الاولمبي اللي موجود. نتمنى له طبعا التوفيق في المباراه الزامبيا ان شاء الله القادمه. اللي بعد كده نهتم اكتر اكيد بمواليد 2005 هو اللي هيكمل. لو احنا كان عندنا تقصير في 2006 و2003 نهتم اكتر بقاعده الناشئين، لان دي مستقبل الكوره طبعا. اكيد كلنا محتاجين ناشئين، بنحاول ان هي تدعم بناشئينها اللي موجودين. اكيد اللعيبه دي لما بتاخد فرص مع المنتخب وبتاخد ماتشات وبتاخد كفاءه مع الدرجه الاولى او مع بدايه المنتخبات، اكيد بتفيد الانديه، وفي نفس الوقت اللعيب اللي بيكون كويس في النادي وبيصعد الدرجه الاولى اكيد بيفيد المنتخبات في الاعمار السنيه المختلفه يعني. طيب كابتن عماد، المنتخب الاولمبي زي ما حضرتك قلت عنده ماتشين في الشهر اللي احنا فيه ده، والمنتخب الاول ايضا عنده ماتشين، ملاوي برضو في الشهر اللي احنا فيه تصفيات بطوله افريقيا، تصفيات بطوله افريقيا فعلا. شايف يا كابتن الاستعداد بتاع منتخب اولمبي واستعداد منتخب مصر الاول ممكن يكون ازاي في الفتره القصيره اللي فاضله دي؟ ممكن شويه الموضوع مختلف مع المنتخب الاول يعني. عندك لعيبه محترفين، انديه الاهلي والزمالك، بيراميدز، فيوتشر، عندهم مباريات افريقيا، الدوري لغايه يوم 15، وبعدين المباريات يحصل توقف، يحصل تجمع للمنتخب. اكيد هيبتدي الاول باللعيبه المحليين وبعدين استدعاء للعيبه المحترفين. دايما الظروف دي اظن المنتخبات متعوده عليها طبعا، والجهاز الفني اداؤه في الماتشات الوديه اللي شفناها كان اداء كويس جدا، الانسجام حصل ما بين اللعيبه. اتمنى ان شاء الله المباراتين دول ملاوي انهم ان شاء الله يعدوا على خير ويكون المكسب، ونكون ان شاء الله موجودين في بطوله افريقيا. المنتخب الاولمبي ممكن الظروف، اللعيبه بتلعب في انديتها، لعيبه لسه ما بتلعبش، لكن
اظن المعسكر اللي جاي ده ان شاء الله يقدر يساعد الجهاز الفني انه يقدر يعمل حاجه كويسه، لان ده طيب رأي حضرتك في روي فيتوريا مدرب منتخب مصر؟ هو فاز على بلجيكا مثلا قبل كده وعنده انتصارات، رأي حضرتك في تجربة روي فيتوريا مع منتخب مصر؟ وهو سي في مش قليل، لا هو سي في عنده مراحل كويسة جدا كسي في. اكيد النتائج هي اللي بتفرق دايما معانا. البدايه كانت كويسه جدا، الماتشات الكبيره اللي اتعملت كانت ماتشات كويسه جدا، فوزوا طبعا على منتخب بلجيكا، ولكن احنا محتاجين النهارده الماتشات الرسميه اكتر، الفوز ان شاء الله في الماتشات الرسميه. انا كان وانا كابتن عماد واضح ان في مشكله في الاتصال بالانترنت تقريبا. شكرا كابتن عماد النحاس، واحد من اساطير النادي الاهلي وواحد من اساطير خط الدفاع في الكره المصريه، حاجه يعني ما تتنسيش ابدا. اللي شاف كابتن عماد النحاس ليبرو النادي الاهلي ومنتخب مصر عارف قيمه ان المدافع يبقى بيعرف يلعب كره كويس قوي يعني. وطبعا كان الحوار شيق جدا معاه، واستمتعت بوجود كابتن عماد النحاس معانا في 7 داي سبورت. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده في 7 داي سبورت عفوا، وإن شاء الله على أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في 7 داي سبورت. وفي الختام خير سلام.